ولا يقول أنا ما بايعت وليس لي إمام لأني ما بايعت، أنت واحد من المسلمين، ولما بايع أهل الحل والعقد فأنت تابع لهم، ما يقول أنا ما لي إمام لأني ما بايعت، كما سمعنا من بعض الجهال. أنت مسلم، أنت مسلم ومع جماعة المسلمين، وما دام أن أهل الحل والعقد والنظر الصحيح اختاروا إماما فأنت تابع لهم.